أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في جزء من سفر عزرا الأصحاح الأول، آية رقم 7 وجزء من آية رقم 9. آية 7 بتقول: والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. بعدين آية 9: وهذا عددها من الحاجات الآنية دي إيه؟ 29 سكينا. 29 سكينا. عزيزي المشاهد، في أكثر من رسالة لينا في هذا الجزء. آنية بيت الرب بعد ما كانت في بيت الرب في أورشليم، نبوخذ نصر خدها وداها بابل، بعيدة جدا عن أورشليم بابل، وحطها فين؟ بعد ما كانت في بيت الرب بقيت في بيت الآلهة، آلهة البابليين. وبنعرف من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس أن آلهة الوثنيين، عبادة الآلهة دي، هي عبادة شياطين. وراء الآلهة الوثنية في أرواح شريرة، في شياطين. فالأواني بعد ما كانت في بيت الرب، بيت الرب ممكن يبقى مليان ملائكة في حضور الرب، بعد ما كانت في بيت الرب في هيكل الرب في أورشليم، بقيت في بيت الآلهة اللي مليان أرواح شريرة. إيه اللي بتقوله الآية رقم 7؟ إن كورش صلح الأمور، رجع هذه الأواني، أو لأن هو الملك أمر بإرجاع هذه الأواني للحتة اللي اتخذت منها. ترجع الأواني دي إلى أورشليم، دي أواني أو آنية بيت الرب. فين الرسالة؟ الرسالة إن الآنية دي ممكن تكون بتتكلم، هي لها رموز، من رموزها إنها بتتكلم عن شعب الرب. يعني دي اسمها إيه؟ آنية بيت الرب. وإحنا ممكن نسمي نفسنا المؤمنين اللي بيؤمنوا بالرب يسوع إن إحنا شعب الرب أو كنيسة الرب. فلما بنعيش في الخطية ونتساهل مع الخطايا وما نتوبش عنها ونسيب نفسنا بعاد عن الرب، شوية 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 بنتاخد ونروح حتة وحشة قوي مليانة أرواح شريرة. في خطورة على المؤمن لما يسيب نفسه للخطية، وبدل ما يعترف بيها ويقف ضدها ويشوف الرب عايزه يعمل ايه عشان ما يقعش في الخطية مرة كمان، لما ما يقومش بالدور ده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في حتة وحشة جدا، ظروفه هتتلخبط والأرواح الشريرة هتشتغل. وبعد ما كان في بيت الرب، في هيكل الرب، حيث الراحة والتسبيح والعبادة، بقي في بيت آلهة نبوخذ نصر، حيث الأرواح الشريرة، حيث الشياطين تعمل. دي أول رسالة. يبقى أول رسالة إيه؟ تحذيرية. أوعى تستسلم للغلط، وأوعى تستسلم لخطية. ولو شفت انك انت مستسلم، تيجي للرب فورا وتقول يا رب اديني قوه عشان ابقى واقف وقفه صح ضد العالم، واقف وقفه صح ضد الطبيعه القديمه اللي فيا، واقف وقفه صح ضد اغراءات الخطيه، واقف وقفه صح ضد ابليس. انما في رساله تاني، ان لو انا توبت الانيه دي هترجع. يعني لما دانيال صلى وأعلن توبة الشعب أمام الرب، النتيجة إن الرب استخدم الملك كورش عشان الآنية دي إيه؟ ترجع تاني. وعزيزي المشاهد، لما تتوب الرب ممكن يستخدم ناس تساعدك في إنك ترجع.
ترجع الخدمة اللي سبتها، ترجع للحالة الروحية اللي انت كنت فيها. زي ما الرب استخدم الملك كورش، لا يزال يستخدم أشخاص عشان يساعدوا المؤمنين اللي بعدوا انهم يرجعوا. لما الشخص بيتوب، لما الشخص بيصلي، لما الشخص بيصرخ للرب، انا مش قادر اعيش في الاجواء الشيطانية، انا مش قادر اتبهدل اكتر من كده، لما يصرخ الى الرب لو محتاج مساعدة، الرب هيبعت له المساعدة بطريقة او باخرى، عن طريق شخص او اكثر. الرب عايز المؤمن يبقى سعيد. انت لما تبقى عايش في الخطية هتبقى ايه؟ تعيس، ومشاكلك هتزيد وتعبك هيزيد. فالرب لانه بيحبك وعايز مساعدة، الرب يبعت لك من يساعدونك، زي ما بعت او استخدم الملك كورش من اجل آنية بيت الرب، اللي احنا قلنا ان ممكن ناخد شوفها رمز لشعب الرب. الحاجة الثالثة، الرسالة، ان من ضمن الحاجات اللي رجعت يقول ايه؟ 29 سكين، سكينة، يعني 29 سكينة. سكينة دي ايه؟ ليه ما قالش 30 سكينة وقربها؟ يعني هو رجع اواني ذهب، رجع اواني، الاواني كان فيها حاجات من الذهب وكان فيها حاجات من الفضة، وانما ايه يرجع سكاكين؟ لان السكينة دي مكانها كان فين اصلا؟ كان في هيكل الرب. فرغم انها سكينة لكنها ليها قيمة، ملاش قيمة في عينين الناس لكن ليها قيمة في عيني الرب، رغم انها سكينة. يعني ما قالش الكتاب ما قربش العدد 30 سكينة، لا، هم 29 يبقى رجع 29 وتسعة وعشرون سكينا. عزيزي المشاهد، ما تقولش ان انا مش زي فلان فانا مش مهم عند الرب، لا، انت مهم، ولانك عرفت الرب انت مهم جدا 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 وليك دور عظيم في عمل الرب، حتى لو انت مجرد سكينة. يعني قيمتها في السوق، هتقارن سكينة هنا مع يقول لك 30 طستا من ذهب او قدحا من ذهب؟ لا، في قدام الناس ده ذهب، دي سكينة ايه يعني؟ لا، مش ايه يعني، دي سكينة تبع الرب، دي سكينة الرب. المؤمن ده فلان اللي عرف الرب، حتى لو هو في نظر الناس ما عندوش شهادة عالية، ما عندوش شخصيته ضعيف، مش مهم، طالما عرف الرب بقي موضع اهتمام الرب، والرب يسخر له كورش الملك من اجله. عزيزي المشاهد، لما تبقى تبع الرب انت مهم جدا جدا جدا، ومن اجلك الرب يغير قوانين بلد ويغير حكومه، من اجلك لو في ضروره الرب يغير من اجلك حتى الملوك وحتى السياسه بتاعه البلد، لو وفي ضرورة لده لفائدتك. ثلاث رسائل مهمين جدا في الآية وجزء الآية ده اللي قريناه. عزيزي المشاهد، أشكر الرب أنه يحميك من الخطية، لأن الخطية ليها نتائج وحشة، بتودينا في بابل، بتودينا في الأسر عند الشياطين. وأشكر الرب أن لما بتوب الرب بيساعدني أن أنا أرجع، ما بيسيبنيش، زي ما استخدم كورش مع الأواني بيستخدم كل حاجة يعني وجودها يساعدني في الرجوع، يستخدمها من أجلي. والرسالة الثالثة، اوعى تشوف نفسك تافه، واوعى تشوف نفسك بلا قيمة، لأن السكينة خلت الملك، لأنها سكينة الرب، يهتم بها ويرجعها، وتسعة وعشرين سكينة ما يتقربوش، لأن كل سكينة لها قيمة عظيمة في عيني الرب، لأن دي سكاكين بيت الرب. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر العدد الأصحاح الرابع، نكمل التأمل في الأمور المتعلقة باللاويين اللي الرب قالها لموسى قبل ما الشعب يتحرك من برية سيناء.
ده اسمه الإعداد، نقدر نسميه كده الإعداد لانطلاق الشعب إلى أرض كنعان. الإعداد ده كان فيه حاجات مهمة قوي قوي، استلام لوحي الشريعة، كل ده في برية سيناء. الإعداد شفنا في المنطقة برية سيناء إزاي إن الرب أعطاهم وصف خيمة الاجتماع وعملوا خيمة الاجتماع، وبعدين هنا بقى هيرحلوا. في قبل الرحيل خدوا بقى تعليمات تخص العبادة والكهنة واللاويين. منهم نلخص اللي فات، منهم اللاويين. اللاويين مجموعة في شعب الرب، دول نسل لاوي، سبط يعني، هما سبط لاوي. هذا السبط ده دوره خدمة الرب. يخدم الرب ازاي؟ يخدم الرب انه يخدم في الوقت ده في العهد القديم خيمة الاجتماع. وبعدين بعد لما خيمة الاجتماع، مرحلة خيمة الاجتماع دي انتهت بمجيء سليمان الملك، لان سليمان عمل هيكل للعبادة بدل الخيمة. الخيمة دي خيمة لانها بتتنقل، بتتفك ويعني يفكوا الخيمة وبعدين يعملوها تاني. يعني إذن الخيمة دي ترتبط بمرحلة البرية. إنما لما الشعب استقر في أرض كنعان وجي سليمان بعد كده بنى مكان ثابت العبادة اسمه الهيكل. فخدمة اللاويين بعد ما كانت السبط ده بيخدم، أو وتقول لي خدمته إيه، شرحتها قبل كده، يعني هو اللي بيقوم بذبح الذبائح. الكهنة بيحطوا الذبائح على المذبح، لكن اللاويين هم اللي بيذبحوها، والكهنة بيسكبوا الدم على في المذبح. يبقى بيساعدوا الكهنة، اتنين بيحرسوا الخيمة، تلاتة بيشيلوا خيمة الاجتماع، يفكوها لما تتفك الخيمة، ولما ينصبوا الخيمة يقيموها. دي الحاجات دي بقى لما اتبنى الهيكل ابتدوا هم برضو اللي بيساعدوا الكهنة، وهم اللي بيقوموا بدور الناس اللي بتراقب الناس اللي تدخل الهيكل، البوابين. يعني انتقلت خدمتهم من خدمة خيمة الاجتماع لخدمة الهيكل ابتداء من عصر سليمان الملك. في موضوع اللاويين ده قلنا ان اللاويين بيتكونوا من ثلاث عائلات، والتلات عائلات دول هم عائلة قهات، عائلة جرشون، وعائلة مراري. تلات عائلات، وقلنا ان إقامة التلات عائلات لما الشعب يبقى مستقر، يعني في الأوقات اللي كان بيقعد فيها بيقف فيها، يعني ما هو ما خدش الرحلة كده ماشي على طول، ما هيقدم ذبائح ازاي ويعبد الرب ازاي، ففي وقفات في السكة للعبادة ولتقديم الذبائح، لأن اللي بيعمل خطية لازم يقدم ذبيحة. طب لو الخيمة ماشية والشعب ماشي، لا، في وقفات للعبادة، لتصحيح أمور، يقعدوا شوية في حتة، يجددوا قوتهم، لو في حاجة خيمة باظت يصلحوها، تصحيح الحاجات يعني، وبعدين الرب يقول لهم اتحركوا، روحوا متحركين. فلما بتبقى في إقامة، اللاويين بيقيموا إزاي؟ حوالين خيمة الاجتماع تلات عائلات. في عائلة بتبقى جهة الشمال، في عائلة بتبقى جهة الجنوب، في عائلة بتبقى جهة الغرب، شرحنا ده قبل كده. ولما تقول لي جهة الشرق، أقول لك جهة الشرق ده في الباب بتاع الخيمة، وده بيبقى اللي قاعدين أو اللي خيامهم في الحتة دي دول الكهنة وموسى، يعني موسى وهارون العيلتين دول والكهنة، دي إقامتهم في جهة الشرق من خيمة الاجتماع. قلنا إيه عن اللاويين كمان؟ قلنا إن اللاويين دول أساسا خدوا الامتياز ده بسبب إنهم وقفوا ضد العبادة الوثنية لما الشعب عبد العجل الذهبي. وده درس لينا، ان انا كل ما هقف ضد الخطيه الرب هيديني امتيازات اكتر في الخدمه، وكل ما ابقى جاد في حياتي الشخصيه وان انا عايز ما اقعش في خطيه وان انا عايز ارض الرب، الرب هيديني امتيازات في خدمته، لان الخدمه دي امتيازات.
ده اعظم امتياز للمؤمن انه يخدم الرب، لانه بيخدم الرب بقى بيشوف الرب في الخدمه بوضوح، ويشوف عمل الرب، ويشوف بقى ما الروح القدس ويختبر مواهب الروح القدس. فالخدمه من اعظم الامتيازات التي يعطيها الرب للمؤمن، انما بيفقدها لما بيعيش في الخطيه. ده شرحناه الحته دي قبل كده، قلنا ده الاساس، الخدام كانوا اساس الابكار بتوع الشعب، اتخذ منهم هذا الامتياز. ليه؟ لانهم وقعوا في الخطيه وما خدوش موقف ضد عباده العجل الذهبي بعد ما موسى بكت، ما خدوش موقف واضح. اللي خد موقف واضح هم اللاويين، عشان كده سحبت الخدمه منهم وراحت لسبط لاوي. نكمل بقى من الاصحاح الرابع. الاصحاح الرابع بيشرح خدمه اللاويين، بس عايز اقول حاجه مهمه، ان اللاوي يرمز للمؤمن في العهد الجديد زي الكاهن. الكاهن يرمز للمؤمن في العهد الجديد، واللاوي كمان. يعني انت مؤمن حقيقي لك علاقه حقيقيه مع الرب، تقول انا كاهن ولاوي، انا كاهن اعبد الرب وانا لاوي اخدم الرب. لازم الحاجتين دول، عباده الرب وخدمه الرب، يبقوا في حياتك. انا مش كاهن بس ولا لاوي بس، ما ينفعش ابقى خادم وعنديش علاقه شخصيه وادخل الاقداس، اقداس السماء في صلاه، ما ينفعش. وما ينفعش ابقى بدخل الاقداس وبسبح الرب في البيت وبعبده وما عنديش خدمه في الكنيسه اللي انا منتمي اليها، ما ينفعش. لازم يبقى عندي خدمه اخدم فيها الرب وعندي عباده للرب، انا كاهن ولاوي. في أصحاح 4 الخدمة هنا، خدمة اللاويين ليها 3 كلمات مستخدمة في هذا الأصحاح. أول كلمة هي كلمة خدمة، تلاقيها في آية 4، ودي اتكررت كتير قوي، اتكررت حوالي نقول 20 مرة وبالضبط 21 مرة. كلمة إيه؟ خدمة. في 3 كلمات مستخدمين للخدمة، كلمة خدمة. طيب يعني إذن إحنا مدعوين أن نخدم زي الخادم ما يشتغل. واحد بيقول أنا بشتغل خادم في بيت فلان، أنت تشتغل خادم عند الرب. وبالتالي الخادم دائما شخص لازم يبقى متواضع. لازم أهم شرط في واحد بيشتغل خادم في بيت أو خادمة في بيت، الطاعة. لازم يكون مطيع وطاعته سريعة. ما ينفعش لو واحد بتلكأ في الطاعة يمشوه، وما تنفعش نجيب أو واحدة بتشتغل كده يمشوه ويجيبوا حد تاني. ليه؟ بطيئة في طاعتها، نحس فيها إنها مش عاجبها المكان، متمردة. لا، الخدمة بتعلمنا التواضع وحب العمل. وكمان الكلمة بتتكلم عن مش الطاعة بس، الطاعة السريعة زائد عدم التذمر، زائد ان انا لازم اشعر ان ده امتياز ان انا ابا من خدام الرب. يبقى دي اول كلمة، خدمة. ايه الكلمة التانية؟ الكلمة التانية بقى تستغرب لها. ليه؟ لان الكلمة التانية غريبة، غريبة الاستخدام، وهي كلمة جند. وهي كلمة ايه؟ جند. يعني هنا الكلمة تعبر عن، يقول لك كده، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة. يعني اللاويين مش كلهم هيشيلوا الخيمة، هيشيلوا الخيمة من سن 30 لـ50. قلت لك الرسالة هنا إن الواحد يقدم للرب أحسن حاجة. يعني هما دي السنين أحسن سنين يبقوا فيها أقوياء، أقوياء جسديا، لأن الخدمة تتطلب قوة جسدية، لأنهم هيشيلوا خيمة اجتماع ويمشوا بيها في البرية في صحراء وفي الشمس، فلازم عندهم صحة. بس الدرس اللي ليا أن أنا لازم أقدم للرب أحسن حاجة، يعني أحسن وقت في اليوم للرب، أحسن حاجة عندي بقدمها للرب. لازم أتعلم أن أنا أقدم للرب أحسن حاجة عندي. لما يبقى في موقف في عطاء اقدم للرب ايه؟ اوعى تنسى، اقدم للرب احسن حاجه. ليه؟ اصل الرب كمان بيديني احسن حاجه تناسبني.
يعني لما عطى شعبه عطاهم يقول لك أرض هي فخر كل الأراضي، يعني أحسن أرض. رب دايما بيديني أحسن حاجة تناسبني، يبقى أنا لازم أديله كمان أحسن حاجة باسم الرب يسوع. لويين بيدوا للرب من سن 30 ل50، يبقى ده أحسن وقت للصحة الجسدية. إيه كمان؟ قلت إن تاني كلمة هنا هي كلمة إيه؟ جند. من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. يعني جندية يعني إيه؟ يعني جيش. الخدمة لازم المؤمن يشوف نفسه بيخدم الرب وهو بيخدم بحارب جندي. يقول لك اشترك في الاحتمال المشقات كجندي. جندي يبقى الخدمة مش خدمة الرب بس، لا، خدمة الرب ومقاومة أعداء الرب، خدمة الرب ومقاومة إبليس، خدمة وفيها انتباه وفيها حذر، لأن في أعداء هم عليهم يحرسوا الخيمة. حراسة الخيمة ده دفاع عن الخيمة، يبقى ده تعبير مهم جدا 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 جدا، ان انا مش بخدم الرب بس، لا، وانا بخدم الرب واخد بالي ويقظ ومنتبه وحريص ان في الخدمة بتاعتي لا تتلوث باي شيء، وبنتبه بشوف ابليس عايز يلوث الخدمة ازاي، عايز الخدمة بتاعت الرب تبقى فيها خطايا. أنا بحارب وبخدم زي بالظبط في أيامنا حامية. أيامنا حامية بيبنوا بإيد وفي الإيد التاني في السيف، مستعدين للمعركة. ده كل خادم. يبقى عندنا ثلاث كلمات خدمة، دي خدمة الرب فيها الاتضاع وعدم التمرد وشكر الرب من أجل امتياز إن أنا أخدم في بيتك. اتنين فيها الجندية أو إنك تبقى جندي وإنت بتخدم. وتالت حاجة بقى كلمة إيه؟ حمل. إن الخدمة فيها إنك تشيل، الخدمة فيها إيه؟ إنك تشيل. وأتحدث عن النقطة التالتة دي في الحلقة القادمة. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.